كاس العام يعني على الابواب، والمواطن التونسي اليوم قلك خبز الجاتو نتاع عملاوي ماهيش سومها مش هو بيدو نتاع السنة، يعني الاسواق قاعده تتضاعف حتى مرتين وثلاثة، كيقولوا معناها 30 دينار، قبل كان المواطن ياخذ خبزه تفرح به صغيرات وب 30 دينار، اليوم 30 دينار يظهر لي ما فماش حتى في لي باتيسري. الماتير بريمير كله زيت. الزبده مثلا 5 كيلو 82 دينار. الزيت ابسط حاجه زيت 25 دينار وما فماش. العظام 82 دينار، العرسة 10 بلاتوات يعني وما فماش 8200، يعني البلاتو ب 8200. الشوكولاتة كيف كيف، كل شيء زاد، كل شيء زاد، الفارينة زادت، الزبدة زادت، الماتير بريمير كله زاد. الانترفال نتاع السواو لهنا منين لمنين؟ قلنا 62 مينيموم، ماكس قداش؟ راس العام ماكس احنا عندنا 60 كارات الكبيرة يعني 60 على 40 220 دينار. 220 فما فئات تاخذ بالاسواق هذه في راس العام؟ فما ياخذ حتى زوز ياخذ ثلاثه ياخذ فما. التونسي عنده فلوس؟ التونسي ديما عنده فلوس، في المناسبات ديما تجي الفلوس يعني. تعرف اللي فما عائلات معناها يوصل خبز الجاتو يبدا يحسب لها قبل ثلاثة أربع شهور. كما يحسب العلوش العيد وكما يحسب الحوايج الصغار في العيد وكما يحسب برشا حاجات. التونسي يعرف يحسب راه، أما التونسي ما يحبش يحرم روحه. قداش الخبز الجاتو إن شاء الله؟ إن شاء الله ب 70. 70 دينار. 70 في العائله انتم قداش؟ احنا خمسه من الناس. على اي اساس اخترت خبز الجاتو؟ معناها على البري ولا على الكاليتي؟ انا بالنسبه لي انا وصوني عندي بنيه واحده معناها تشتهي جاتو، قلت لها ناخذ لك انا راس العام هذه انا معناها. دونك التعليمات بتاع البنوته. فوالا بيستاشيو شوكولاته مع بعضهم هم. خالتين. اي. انت في الوضعيه هذه تدفع كهوا؟ ايش باش نعمل؟ مش تختار. ما عنديش حل انا، لا ما اختارش. اعطيني الاكزومبل اللي خذيت منه. من زوز بيستاش هذوما كيما هكايا كي الخبزه كبيره معناها يعني المثال هذاك نتاع ترونشيت. فوالا تاع ترونشيت. اقل خبزه جاتو ب 62 دينار والماكس قال لي نعملوا ب 220 دينار، شنو رايك في الاسوام؟ بون 62 دينار سا ديبون انت قداش من عبد، معناها تكفي قداش من عبد تاع خمسه من الناس باهيه، اما تبدا صغيره بالكل صغيرة بالكل شنية نتاع دو تروا بيرسون هكا صغيرة بالكل، تبدا بالزبدة وتبدا بالخبز من داخل هذيك ما تساعدش الحق. كي تبدا كتوات بالخبز وبالزبدة؟ فما بالزبدة وفما بالريقوتا ساعات، ساعات تلقاها حتى نتاع عرفتها نتاع الجرية هذيك تاكلها تبات لطف وبر، أما كي تبدا كاليتي باهي علاش لا؟ هي مرة في الفيل عائلة تتلم وكذا علاش لا؟ 62 دينار سا ديبون انت قداش من بيرسون فهمت؟ عربنت ولا مازلت؟ عربنوا لي انا اي وسافا لاباس. قداش سو؟ 90 دينار. 90 دينار نتاع سي بيرسون. نتاع ست ناس شنو هو الجو؟ والله فيها كل الفيكه والدنيا. 90 دينار يعني انت اخترتها ولا المدام قالت لك ليه ما قالش من 90؟ لا لا ما قالتليش لا سوم لا حتى حد، لا امي لا حتى حد فهمت؟ مي ذاك هو الاسواق مش تاخذ حاجه باهيه ذاك هو راه نحن اريد في تونس هلا غالب راه فما حاجات يلزوك بالسيف باش تحتفل بها مالوركو هما حاجات زايده مي لازم خاطر فما عائله وفما كذا وفما كي انت باش تفرح بهم ما تنجمش بحاجه سامحني في الكلمه مذرحك يبدا عندك لي مويان فهمت شنو نقصد فما شكون يطيب في الدار مثلا ياخذ حاجات ويطيب في الدار بار اكزومبل فهمت انا بانجاتو ناكلو نتاع امي في الدار هكا بيبليسيتي للوالده اما ما عندها ما تبيع تخدم نحن لينا نحن قول لي التوانسه الكل قادرين ياخذوا بالاسوام هذه كيما نقولوا 60 50 والله لا والله لا كي نشوف تو انت تدخل الاحوام الشعبيه انا ولد سي جومي بار اكزومبل تدخل الاحوام الشعبيه تلقاها حتى ب 35 فهمت مي هو يعرفها اللي هي مذرحه وياخوها جوست على صغاره فهمت شنو نقصد؟ باش يفرح الصغار يعرفها هو مذرحه ويعرفها ما فيهاش على الحيط ويعرف 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 مين ما نجمش فهمت؟ كيف علوش العيد؟ كيف علوش العيد؟ كيف حوايج العيد؟ الكل راه واللي يبدا عنده عائله وصغار ما ينجمش هو في روحه يتحمل ما يبدا صغار ياكلوا له وجهه خاصه مازالوا صغار ما عندهم ما يعمل فهمت شنو نقصد؟ تونس هذيك لا تونس نحن عايشين في تونس. احنا كي نقارنوا بين عمناول نلقاو تقريبا الاسوام زادت مرتين 5% 8% 10% زايده راه انت حاج توا تاخذها ب 20 العام الجاي كي تلقاها ب 25 30 تسمى بالكدا. اخترت خبز الجاتو ولا ما زلت؟ ما زلت خاطر انا ناوي نحب نعملها في الداء. اها اي كي تسمع انه اسوام الجاتو سنين اقل وحده 62 دينار شنو تقول؟
نمشي نعملها في الدار خير، انا يعني ندخل على اليوتيوب ونشرشي ونعمل وحدي جينواز ونعمل اكل كريمات ونقد وحدي في الدار، مش خير نصور خير تتكلف اقل وما تخرجش يظهر لي بنفس البنة بتاع الحاضرة. ميساش مو حاجة نظيفة في الدار، حتى مزينة كيكة وبرة ومزيينة وحاجة مقدية نصور به يا أخي. أنت تهرب من السوم ولا من نظافة وما عندكش ثقة؟ نظافة خطر ساعات يهبطوا في التلفزة باتسيريتك الوسخ وحاجات معناها يولي ماذا بيه وحدي قد حاجة في الدار. خذيت قرار أنك تولي طيب في الدار؟ ليه باش نعم في الدار المرة هذه. كنا نشوفوا قبيلة في الأسواق متاع 62 دينار أقل خبزة، أكثر خبزة 220 دينار. المواطن البسيط الزوالي هذا اللي عاني من الظروف الاقتصادية والاجتماعية ينجم ياخذ خبزة هكا؟ أنا ريتهم اللي ما عندهمش عامله ولا قدامي، أنا الحق أنا قدرت باش نشري معناها الحمد لله وكل شيء، أما اللي ما عندوش أنا ريتهم يشريوا بالبرج على عدد أولادهم بريج 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 نتاع 2500 معناها تكلف لهم 20 دينار ولا فهمت ولا ب 10000 فرنك على عدد ثلاثة ولا أربعة من الناس، يقول لك وكا هاو هاني احتفلت معناها ما يقدرش خاطر الدنيا صعيبة ودنيا غالية ولاد. خذيت فكرة على السويم تاع الجاتوات؟ إي خذيت فكرة، السويم غالية برشا. وربي قدر الخير وكهو فهمني، مش في متناول الشعب التونسي معناها الطبقه المتوسطه معناها ولات غالي عليها الدنيا في تونس برشا. التونسي يقول لك باش ناخذ جاتو على خاطر الصغار وعلى خاطر المدام، لكن في نفس الوقت ما عنديش 60 دينار وما عنديش 70 دينار حق خبزه جاتو معناها. اي اللي ما عندوش يعمل في الدار، ارفق له جي في الدار جي ارفق له برشا، خاطر لي باتيسيري في تونس غاليين برشا 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 بالنسبه معنا للطبقه المتوسطه ولا غالي تولي يعمل جاتو في الدار معناها تكلف له ارفق وانظف وبرشا حاجات خير. انا في الدار ما نعملش ما نشريش من برا، نعملوا كان خبزه في الدار، احنا الخبزه تاع بسكويت تبدا بالفاكهه والفريز والغله وتبدا نظيفه وتعمل كيف، ما تكلفش حتى الشطر اللي باش تاخذها من برا، شي خبزه ب 60 و 70 و 80 الف ما فيها حتى شيء، ما تكلفش حتى 25000 عشاء ومن 10 جنيه هاو دجاجه وحوت هاو من 10 جنيه معناها يتكلف. ماهي شنيا راهي سنه كيفاش تقول فيها اداريه احتفال معناها صغير، يعني الماكله ناكلوا فيها كل يوم، الجاتوات ناكلوا فيها كيفاش تقول فيها كل يوم زاده مانيش ناكلوا ما يا اخي ناكلوا في الجاتو مره في العام، احنا ديما ناكلوا الجاتو توجور فهمتني، اما فما مناسبه من المناسبه هذه مناسبه عاديه سنه كيفاش تقول احتفال بالسنه الاداريه فبني عام بشي ان شاء الله كيفاش يقولوا فيها ما يتعودلناش، وعام جديد ان شاء الله يجينا عام مبروك ان شاء الله وان شاء الله ربي يفرجها على تونس. برمجت خبز الجاتو منين باش تاخذها ولا لا؟ ايه عربان تدفعت فلوس؟ لا ما دفعتش، اما خويا يجيب لنا كل عام، خويا يجيب لنا من النوع الباهي من النوع الغالي. ايه الغالي وكله فاكهه كله شوكولاته وكله الدنيا الكل كله فاكهه كله فاكهه خويا يجيب لنا كل عام ربي يفضله لنا. ربي يفضله لك. لكن السوم تقريبا في زون قداش؟ الزون تاع 80 70 غالي، كل شيء غلي كل شيء. احنا قبيله نشوفوا مع صاحب المحلقه الاقل خبزه جاتو ب 62 دينار واغلى خبزه ب 220 دينار بالنسبه للراس العام. ما نشريش انا تاع 220 كيموتو، ما نشريش ما نشريهمش بالحق، ما نشريش نعمل خبزه جاتو وحدي في الدار وما نشريش. الاسوام هذه في متناول الناس الكل؟ لا لا، زوالي ما عادش يعيش. لو فرضنا انا كان ما جاش خويا معناتها يشري لي كل شيء ما نشريش، 62 ما نشريش، ما نجمش نقدر باش نشري فهمتني؟ لو فرضنا هذايا في صورة ما نجمش نشري ما نجمش ما نجمش نشري. ثم عباد يشريوا على خاطر صغارهم وكل شيء، اما مش ثم ما ثم معناتها حوانت معناتها الباتسيريات ما نفقى مش باتسيرياتك الغاليين مثلا كما مثلا في النصر كما في المرسى غاليين هذوكم، ثم اماكن احياء شعبيه نظاف وغاليين مثلا من حي تضامن، عندنا باتيسيري من حي تضامن نظيف طياره باهي 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 برشا ونظيف جاتوه ويتاكل يذوب في الفم. ثم عباد يشريوا مغاد. اما توا تتوقع كل شيء من تبدا باتيسيري بس بالاسم وكل شيء تتوقع كل شيء منهم فهمتني؟ علاش تاخذ ويدك على قلبك؟ صحيت بالحق صحيت، وان شاء الله تونس بخير وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ايه هنا؟ والله قاعده نشوف في الشوا نتاع الجاتو. عندك حاجه في مخك ولا جست تشوف معناها؟ ايه جست نشوف توا، ما عنديش حاجه في مخي معينه. صغيرات معاك هما جابوك ولا انت؟ والله انا من الخدمه تعديت هما جاوني هكا دوليشه وشوي جاتو وحاجات هكا للسهريه. مش للسهريه مش راس العام؟ راس العام هذيك كان يجيب لي راجلي كمانجي كل شيء ويجيب لي خبزه فهمت؟ قداش السوم؟
ما نعرفش كل مره كيفاش. انا عملي وعملتها انا وحدي في الدار، قلت عملي من 50 لفوق 50 60 هكا خبيزه صغيره، يا ربي يرضاك. كي تبدا حاجه بنينه عليه واحد باش يحط فلوس ويحطها في حاجه بيه، كيش يقدها في الدار وحده هكا يخسر شويه فيك ويقدها وحده. لوجيك دينا خبزه جاتو مش باش نعملوا بربي كنطبوا، احنا راني نكذبوا عليك نقول لك ما نشريوش نشري حتى اي سوم نشري، والمهم يرضوا صغارنا. هي مره في الفيلم مناسبه فهمت.